السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي المشاهدين، في استعراض لفيديو جديد من مسلسل طائر الرفراف. Sen kimsin ki benim evimde böyle rezillikler yapabiliyorsun? Ne akla? Şu dışarıdaki insanların size hala yalan söylüyor olması. Ben size babamın Hattuş Alam'ın emanetiyim. Neredeydi iki gündür o kız efendim? Yukarıda. Beni ve ailemi bağışlasın sana çektirdiklerimizden dolayı. Yukarıdaki kız torununuzun sevgilisiydi. Torununuz ne yaparsa yapsın boyun eğmemi istiyorlar ama ben bu değilim efendim. Sabret Seyran dedim. Bir dedim, iki dedim, üç dedim. Gerçekten dayanamıyorum artık. Geldiğinden daha dik olsun başın artık. Belli ki senin niyetin geçinmek, evliliğine sahip çıkmak. Emanetine sahip çıktım Hatice. Seyran kızım bir parladı, bir parladı. Nasıl da dikildi karşıma çakmak çakmak gözleriyle. Gözlerin içinde öyle bir ışıltı vardı ki ilk kez bu yalıya layık bir hanım olacak o. كان مشهد سيران وخالص أغا قوي جدا، فخالص أغا لم تعجبه أفعال سيران تجاه فريد وقام بلومها بشدة، لكنها وقفت أمامه بشجاعة ودفعت عن نفسها ووضحت له كل شيء وصارحته بالحقيقة التي يخفيها كل من في القصر عليه، وهي حقيقة علاقة فريد ببيلين، والشيء الذي جعل خالص أغا يتأثر بكلام سيران هو عبارة أنها أمانة عمتها خديجة لديه، لأن خالص أغا يحب خديجة منذ سنوات طويلة. وكان وكأنه يرى في عيون سيران المرأة التي أحبها منذ 50 سنة، وافتخر خالص أغا بسيران وطريقة دفاعها عن نفسها للحفاظ على زواجها، وقام بتأمينها عند لطيف إذا حصل له أي شيء، واعتبرها السيدة الجديدة للقصر والتي ستخلف زوجته المتوفية، خاصة بعد فشل إيفيكات في إدارة أمور القصر وما شابه. إلى هنا نصل للنهاية أعزائي المشاهدين، لا تنسوا دعمنا بلايك اشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد والمزيد دوما. سلام.